لا يزال نظام الأسد يحاول بما أوتي من قوة وبشتى الوسائل أن يدمر ما تبقى من سوريا، يحاول أن يدس السم في كل مكان، لا يهمه بذلك عرف ولا دين، شغله الشاغل كيف ينغص على كل من طالب بالحرية يوماً أو فكر ولو مجرد تفكير أن يعيش بعيداً عن ذل نظام الأسد وأعوانه. وها هو في محاولة جديدة لإدخال السم إلى مناطق الشمال المحرر، ولكن جهاز الأمن العام كان له بالمرصاد. حيث قام جهاز الأمن العام وبالتعاون مع الإدارة العامة للمعابر بضبط شحنة من مادتي الحشيش والحبوب المخدرة، كان النظام يحاول إدخالها من أحد المعابر الشمالية إدلب عن طريق دسها بقطع تبديل السيارات. وكالة الفرات للأنباء.